أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. Assalamu alaikum, my brothers and sisters. Welcome my YouTube channel, Quran Host, Mudif al-Quran al-Kareem. Please subscribe, follow Facebook page. If you need online Quran teacher, then you can contact us in the WhatsApp number. Now we practice Surah Al-Mursalat, first part, inshallah. Right, with Tajweed, word by word, inshallah. Total verses 50, two ruku' in this surah. The name of the surah, Surah Al-Mursalat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا. النون مشدد يميك غنى رايت. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم وإذا الرسل أقتت لأي يوم لأي يوم أجلت أجلت ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل ميك غنى ميك إدغام بدغنى رايت إدغام بدغنى إدغام مع الغنى رايت نهير ويل يومئذ join that with lam without gunna yawma idhil lil mukadhibin waylun yawma idhil lil mukadhibin liyawmin fasl wa ma adraka
ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم ميغونا الميم مشدد رايت ميم تشديد لنين ميغونا ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق ألم نخلقكم ألم نخلقكم من ماء مهين من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم شكرا جزيلا اخواني واخواتي my brothers and sisters thank you very much for watching please subscribe Quran host مضيف القرآن الكريم
and like for our Facebook page. Sharing with your friends. انشروا مع الأصدقاء. For more Quranic and Islamic lessons. ساعدوني لنشر القرآن الكريم. Thank you very much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.